مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طبخة بالملفوف. عندي ملفوف جبتها استعملت منها للسلطة، وضل عندي عنا كوب رز غسلته مي، لحمي مفرومي وزيت نباتي مع اللحمي، حوالي 5 معالق طعام زيت نباتي، ملعقة شراب صغيرة، ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة 7 بهارات، ورشة فلفل أسود صغيرة كمان، و4 حبات ثوم قطعتهم بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدي أبرش أنا وياكم الملفوف. بسم الله. أخذت قسمة من الملفوف وبرشتهم نص تقريبا، برشتهم بهيدا الشكل. هلا بدي أقلي اللحمة على الغاز أنا وياكم. بنقلي اللحمة على الغاز. بس قلت اللحمة بهيدا الشكل، هلا بحط الثوم كمان، بقليهم شوي مع بعض. حط الرز كمان، الملفوف، المي، البهار، الملح، الشراب، حركن مع بعض. هلا بتركن يغلوا مع بعض. بس صار المي بهيدا الشكل خفيف على الرز، هلا خفف الغاز على الأخير وبغطي الطنجرة، بتركن حوالي 7 دقايق ليستوي الرز. هيدا الرز بعد ال7 دقايق استوى الرز وصار بهيدا الشكل، لنحطه بوعاء. بسم الله. كمان هيدي الطريقة كتير بتنفع للي مغتربين وما بيعرفوا يعملوا ملفوف، يلفوا ملفوف. هيدي طريقة الملفوف اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق على الفيديو، يعمل إعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.